بكل تأكيد أنت تعرف اللقاءات بين القيادات العليا بين البلدان عادة لا تأخذ وقت كبير. اللقاء كان بحدود الساعة بين الرئيس الأمريكي السيد رئيس الوزراء العراقي، الملف الداخلي العراقي، وأيضا الملف الإقليمي. تم تبادل رسائل معينة بهذا الصدد، وأيضا انتقلنا إلى بعض العناوين الأساسية فيما يتعلق بتطوير العلاقات العراقية الأمريكية، أهمية هذه العلاقات، التزام الطرفين بالنهوض بهذه العلاقات، تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي. أن تكون هذه الزيارة للسيد رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن بوابة لعلاقات أشمل وأوسع من الماضي في كل الجوانب. الوفد العراقي كما تعلمون ولعلكم سلطتم الضوء على ذلك وفد كبير جدا في يعني الطاقة والاستثمار، رجال أعمال عراقيين سيوقعون مذكرات تفاهم وعقود مع نظرائهم من الأمريكان. لقاء كبير للسيد رئيس الوزراء في هيوستن خلال غدا أو بعد غد مع كبار رؤساء الشركات الأمريكية، لقاءات في وزارة الدفاع، رغبة لدينا في توسيع بالخصوص الجانب التعليمي، ولدى العراق رغبة في أن يوفد المئات من طلبة الشهادات العليا لدراسة البي اتش دي الدكتوراه في الجامعات الأمريكية. الجانب السياحي بمعنى الهدف الأساس الذي نركز عليه دائما أن الزيارة هي لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، هي ليست زيارة أمنية وليست زيارة عسكرية، هي زيارة تبحث عن مصالح العراق الاستراتيجية الكبرى وكيف نستطيع أن نشبك هذه العلاقة مع دولة حليفة للعراق وصديقة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف نستطيع أن ننتقل إلى علاقات ثنائية متبادلة تؤمن المصلحة المشتركة للطرفين خلال السنوات القادمة.